السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد على القناة، معكم لطيفة من قناة شيوات أمنينا. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. كما كتشوفوا على الصور غادي نصايب كيكة هشيشة كتجيب التفاح فعلا رطبة وكتصدق مع أسرار نجاح الكيك. بزاف الأخوات اللي كيراسلوني على الفيسبوك أو في مجموعات الفيسبوك يقولوا بأنه الكيك ما كيجيهمش طالع، غادي نقول لهم عاوتك الأسرار ديال نجاح الكيك. إذن على بركة الله غادي نبدأ في الوصفة. إذن هنا عندي 4 ديال البيضات، أنا فرقت البيض درت معاه واحد القبصة الملحة وخليت الصفر على جنب. إذن هنا غادي نحتاج لسه المعلقة ديال الزيت، معلقة الخل إما هذا التفاح أو الخل العادي، عندي واحد الياغورت طبيعي، كاس ديال العنبة تسكر، غادي نحتاج كاس ديال النشا أو لا 5 المعالق عامرين، عندي السكر المنسم هنايا بالبرتقال، تقدروا تستعملوا قشرة ديال الليمون ولا الحامض، عندي هنا 2 الكيسان ديال العنبة ديال الدقيق، يعني نفس الكاس عبرت به، عندي هنا 14 غرام ديال الخمارة ديال الحلوة، ومن طبيعة الحال غادي نحتاج 3 تفاحات. إذن هنا على بركة الله غادي نبدأ بأول حاجة، وهو أنني غادي نطلع أبيض البيض أو لندربه تيولي بحال التلج ونحتفظ به. هذا يعني طريقة إلا بغيتو الكيك يجيكم طالع وهشيش من الداخل. إذن هنا غادي نخليه على جنب وغادي ندوز الأصفر البيض، غادي نزيد عليه كاس ديال العنبة ديال السكر والسكر المنسم بالبرتقال كما قلت لكم. نتوما تقدروا اما تستعملوا الفاني او لا قشره الحامض قشره الليمون اللي كان متوفر عندكم. غنزيد معاهم 6 المعالق كبار ديال الزيت. قبل هذا غادي ندير الياغورت، انا هنا اختاريت طبيعي، تقدروا ديروا بفاني ولا بشي نكهه اخرى اللي بغيتوا اللي كان متوفر عندكم. درنا ناخذ معلقه كبيره وغادي نعبر الزيت، غندير 6 المعالق كبار ديال الزيت. إذن هاد الكيكه كتجي هشيشه، ما كتجيش مدمه، كتجيش دهنيه. هنا غادي نزيد معلقه ديال الخل التفاح، كما قلت لكم تقدروا تستعملوا الخل الاخر، هذا الخل هو سر من اسرار ديال نجاح الكيك او لا باش كيتنفخ لنا الكيك. غادي نخلط الكل ومن بعد ناخذ الدقيق غادي نغربلو، ضروري الدقيق تغربلوه ديال الكيك. هذا عاوتاك الا ما غربلتوش كيبقاو هذوك الكويرات كيتقلوا على الكيك وما كيجيش طالع، ونيت كيجي ما كيجيكمش زوين. يعني من الاحسن تغربلوه بحال هكا حتى لاخر لحظه، ولا تغربلو الدقيق ديالكم كامل. انا هنا على حسب، انا غربلته هنايا قدامكم 2 د الكيسان ديال العنبه. وغادي نزيد معاهم كما قلت لكم 5 المعالق كبار ديال النشا اولا كاس ديال العنبه، من الاحسن عبروا بالمعلقه حيت النشا كنعرفوا بانه خفيف. هنا غادي نحاول نخلط واحد شويه هذا الخليط غير بالضراب اليدوي. وغادي نزيد الخماره ديال الحلوه، عندي هنايا 14 غرام، حنا الساشيات كاين كل ساشيو فيها 11 غرام، اذا عندي هنا ساشيه ديال 11 غرام وغادي نزيد معها ساشيه ديال 4 غرام. هنا الفران انا درتو كيسخن على 170 درجه، شعلته من الفوق والتحت. إذن بالنسبة للكيك النجاح الكيك خص ضروري ما يكون البيض بدرجة حرارة المطبخ، هذه وحدة. ثانيا تزيدوا ديك المعلقة ديال الخل كيتجي طالع وكيجي خفيف، وإلا بغيتو يجيكم هشيش تقدروا ديروا هالطريقة هذه، وأنكم تفرقوا الأبيض على الصفر. أنا هنايا درت نصف الكمية ديال أبيض البيض وخلطته مزيان، ومن بعد كنزيد الكمية الثانية وكنخلط بحال هاد الشكل هذا من الفوق لتحت حتى كيندمج داك الأبيض مع الخليط.
يعني هذا سر من أسرار عاوتاك نجاح الكيك. بالنسبة للأخوات المبتدئات، البيض يكون بحرارة درجة حرارة المطبخ، والخل، وإلا بغيتو تفرقوا الأصفر على البيض وتدربوا البيض حتى يرجع بحال التاج. هنا كتاخدوا أي مول بغيتو، الشكل اللي بغيتو، كدهنوه بالزبدة وكترشوه بالدقيق، اذا انا عندي هاد الزيت هذا خاص بليمول، يعني كيعوض الزبده، تقدروا ديروا غير الزبده. كنرشوا الدقيق، وبالنسبه للدقيق خصنا ضروري ما نديروه في الجوانب كاملين على هذا الشكل. هذا كنمشيو داك الدقيق وكنضربوه في نفس الوقت باش كنحيدوا هذاك الفائض ديال الدقيق. صافي، كنمشيو على هذه الطريقه هذه. والسر الاخر ديال نجاح الكيك، وهو منين كديروا العجينه ديال الكيك في المول، خص ضروري ما تهزوا يديكم الفوق، يعني ما تهودوش عليها مره واحده. انا هنا غندير نصف الكميه ديال الكيك اللي عندي، وغادي نسرح فوق منه نصف الكميه ديال التفاح. انا التفاح هنايا يعني نقيته وقطعته وعصرت عليه الحامض باش ما يكحلش، لان كانوا عندي جوج تفاحات صفر وتفاحه خضراء، داكشي اللي كتشوفوا الالوان شويه يعني مغايره ولا مختلفه، كاين زوج الالوان. صافي، اما كتستفوهم ولا كديروهم بحال هكا عشوائيا، ماشي مشكل. المهم ديروا طبقه ديال التفاح، كترشوها بواحد شويه السكر، تقريبا واحد المعلقه كبيره. كديروا الكميه اللي بقات ديال الكيك ولا ديال الخليط ديال الكيك، كما كتشوفوا ضروري ما تهزوا يديكم الفوق باش كتهوى الكيكه وما كتجيناش مدقسه، وماشي ملي كنديروها في الفران كتطلع وترجع عاوتاك كتنزل، يعني ضروري خص يدخلها الهواء باش كتجي طالعه. صافي، انا هنا كنحاول ندير في الجوانب وفي الوسط باش كتجيني الطبقه كلها متقاده، وغادي ندير الكميه ديال التفاح اللي بقات لي. انا هنا كما قلت لكم استعملت 3 تفاحات كبار، تقدروا يعني استعملوا من 3 حتى 4 صغار. صافي، هنا كتستفوا التفاح على الطريقه اللي بغيتو نتوما والتسيين اللي بغيتوه نتوما، حتى كتكملوا دوك الطروفه اللي عندكم. من بعد كترشوا عليها واحد شويش السكر، تقريبا واحد المعلقه كبيره، وكتاخذوا المربى ديال المشمش. بهذا المربى ديال المشمش كتجي معسله، كتجي فعلا زوينه بزاف بزاف، ما كتجيش حلوه نهائيا صدقوني، يعني واخا كتشوفوا بان فيها السكر فيها هاد الكونفيتور راه ما كتجيش حلوه، انها كتجي طالعه وكيكه كبيره. صافي، كنديروا على هذا الشكل هذا تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الكونفيتور، وكتمشيوه فوق داك التفاح، كتحاولوا انكم توزعوه على التفاح اما بالمعلقه ولا بشيته ولا المهم. انا غنحاول بشيته هنا ندير على التفاح كامل. صافي، وهنايا غادي ندخل الكيكه كطيب على 170 درجه. انا خدات مني 50 دقيقه، 170 درجه 50 دقيقه، ما فتحتش الفران نهائيا. كتخليوا الكيكه ديالكم طيب. بالنسبه للناس اللي عندهم الغاز وما عندهمش الفران ديال الضو، ما تحلوش الفران حتى كتشموا الريحه ديال الكيكه خرجات، عاد تما كتشوفوا كتحلو كتشوفوا كتدخلوا فيها موس. انا هي كما شفتوا طابت، غادي نخليها شويه تبرد، ومن بعد كما شفتوا انا درتها هنايا على الشبكه، يعني خليتها في المول واحد 5 دقائق ودرتها هنايا فوق الشبكه حتى بردات مزيان. ودابا غادي ندوز للتزيين، نتوما اختياري تقدروا تقدموها غير هكا، يعني بلا ما تزيدوا لها تزيين اخر، كتجيب حتى هكا زوينه ومنظر زوين، او ديروا بحال الطريقه اللي غادي ندير انا. غادي نزينها بشويش ديال السكر كلاصي، تقدروا تزينوها بفواكه الا بغيتوا، فواكه الحمراء اللي دابا كتكون متوفره هذه وقتها. صافي، انا غادي نرش فوق منها شويش سكر كلاصي كيف ما قلت لكم، وغادي نزينها بالفواكه المعسله. صافي، ونقدموها
كتجي فعلا هشيشة رطبة وطالعة، كتجي غزالة. نتمنى انكم تجربوها عن جد، اذا الا جربتوها ما تنساوش تخليوا لي تعليقاتكم في اسفل الفيديو في لي كومونتير باش تقولوا لي كيفاش جاتكم. انا هنا غادي نقطع واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. يعني كما كتشوفوا كتجي هشيشه من الداخل، ما كتجيش يعني معجنه ولا شي حاجه، كتجي فعلا زوينه. وديك الطبقه ديال التفاح كما كتشوفوا كتجي في الوسط، كتعطيها منظر. وحتى ملي كنكونوا ناكلوا ديك الكيكه كيجي يعني التفاح وهذا، كتجي فعلا زوينه. طابت مزيان من التحت كما كتشوفوا، تحمرات يعني كتجي بحال هذا الشكل هذا. اذا الفيديو ديال اليوم هو هذا، نتمنى انه يكون عجبكم. ما تنساوش لايكات اسفل الفيديو، تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء وعلى المواقع الاجتماعيه باش تعم الفائده. ولو كنت اول مره كتزوروا القناه ما عليكم الا الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. نقول لكم الصحه والراحه والى فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو فريوسكم، سلامه.